تقول أمي عائشة رضي الله عنها: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي فوضع رأسه حتى ظن أني قد نمت، فقام رويدا رويدا فلبس رداءه رويدا رويدا ثم خرج، فجاء في نفسي أنه سيذهب إلى إحدى زوجاته، فلبست عباءتي ولحقت به حتى وقفنا عند البقيع، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع، فأطال الدعاء وأطلت الانتظار. هي خافت أن يمكن بعد الدعاء هذا يروح لإحدى زوجاته، حتى انتهى من الدعاء فالتفت فرأى سوادي، فأسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، يعني المشي السريع، فركض فركضت حتى دخلت البيت قبله وذهبت إلى سريري وتلحفت باللحاف. فدخل رسول الله، قال يا عائشة، قال يا عائشة، هي ما ترد على أنها نائمة، قال يا عائشة ما لي أراك حشية رابية تتنفسين بسرعة وتلهثين كأنك سويتي يعني مجهود. قالت: لا شيء. قال يا عائشة: لتخبرني أو ليخبرني العزيز الحكيم. فقالت: والله يا رسول الله حصل مني كذا وكذا. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفها دفا ممازحا على صدرها وقال: يا عائشة، أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد، أخرج لأهل البقيع لأصحابك وادعوا الله لهم، وقمت رويدا رويدا كي لا تستوحشي إن قمت وتتفاجئي أني من موجود.